الحكومة تقرر إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي وتعلن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي. مصادر عراقية تعلن انتهاء رئيس الوزراء من التعديل الحكومي وتقديمه للبرلمان الأسبوع المقبل. لبنان يعلن إلغاء الحفل الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال بسبب الاحتجاجات. الخامسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قرر مجلس الوزراء إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي يختص بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بدأ تطبيق قرارات مهمة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، فضلا عن البدء في تنفيذ ما يطلق عليه بالقائمة البيضاء والتي تضم عددا من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام المسار الأخضر بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف خفض الأسعار بالأسواق المحلية وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي. رفعت السلطات العراقية الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي هذا بينما كشفت مصادر عراقية أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انتهى بشكل شبه كامل من اختيار أسماء جديدة لتعديله الوزاري، مبينا أن الأسماء الجديدة ستصل إلى البرلمان الأسبوع المقبل. أعلنت الرئاسة اللبنانية إلغاء حفل الاستقبال السنوي بمناسبة عيد الاستقلال في القصر الرئاسي ببعبدة نظرا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد، فيما يلقي اليوم الرئيس اللبناني ميشيل عون خطابا للشعب اللبناني بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال لبنان عن الاحتلال الفرنسي وسط استمرار للاحتجاجات في كافة أنحاء البلاد. تحولت جلسة عقدها البرلمان الأوروبي بمناسبة الذكرى 30 لليوم العالمي لحقوق الطفل لقاعة لمحاكمة نظام أردوغان، وأشار النشطاء إلى وجود 11,000 سيدة و780 طفلا معتقلين في تركيا وقد سلبت حقوقهم، وتشهد تركيا منذ محاولة الانقلاب المزعومة في 2016 انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان شملت اعتقالات وحالات تعذيب. أعلنت شركة تذكرة أنه لن يسمح بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة غدا الجمعة على استاد القاهرة بين منتخبي مصر وكوت ديفوار. وتهيب الشركة المواطنين بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف والذي يليق بمصر. وصلنا لختام هذا الموجز، ولمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.